ما ببقاش قد قرار ان انا اعمل الوصيه دي. هل ده ناتج ان المشيئه فيها خداع والانجي خداع؟ انا مدير الشغل بيضغط عليا جدا واغلب الوقت بيطلب مني حاجات فوق طاقتي، مش عارف اتعامل معاه ومش قادر اقبله. في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم ايها الابناء والاخوه الاعزاء في هذا اللقاء المتجدد الذي فيه نتحدث معا عن البناء الروحي واجيب عن اسئلتكم من اجل ارشادكم ومنفعه نفوسكم. اليوم اريد ان اواصل حديثي عن التجربه، ولن أتحدث عن زمان التجربة، ولكن ما أريد أن أحدثكم عنه اليوم هو الاستعداد للتجربة. دائما أبدا بالنسبة لعبيد الرب ولأتقيائه كان الرب يرسل انذارات بالتجربة، سواء كان النماذج اللي في العهد القديم الكثيرة، نوح والفلك ووقت البشارة والانذار الطويل اللي ظل ينذر به الناس وهو يبني الفلك، واكيد هم طبعا كانوا بيسخروا من الفلك الكبير بتاعه ده هيعومه فين، او قصة يوسف الصديق وحلم فرعون وتفسيره للحلم، او في العهد الجديد كلام الرب مع تلاميذه على وجه الاجمال وعلى وجه الخصوص: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أن قد غلبت العالم، أو ما هي علامات مجيئك ونهاية العالم، أو بطريقة مخصصة: سمعان سمعان قبل أن يصيح الديك مرتين تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. وعلى هذا القياس ستجد مرات عديدة جدا كان الله يسبق فيخبر وينذر عبيده بما سيأتي على العالم من تجارب. و آخر حاجة في التاريخ تركت أثر عميق في نفسي هو ما كتب في تاريخ الكنيسة عن أن عند حصار أورشليم، طبعا جاء تيتوس القائد الروماني في أيام هرقل الإمبراطور الروماني وحاصر أورشليم حتى الجوع قبل أن يدخلها و يحرس الهيكل بالمحاريت، مش بس يهده يعني. المهم ان الجماعة المسيحية في اورشليم قبلت نبوة، ناس من اللي عندهم نعمة التنبؤ اخبروا وقالوا انه الوقت اللي جاي ده هو الوقت اللي تنبأ عنه المسيح له المجد عن خراب أورشليم، وهو ذا الوقت اللي جاي. كان لسه ما فيش تيتوس جه، لان لو كان تيتوس جه وحاصر المدينة ما كانش حد قادر يروح ولا يجي، فما كانش فيه حصار وما كانش فيه ما يشير الى ان هنالك حصار سيكون. ولكن
عبيد الرب قديسين بالروح القدس ألهموا قبل ما يبقى فيه أي علامات، وأنذروا الجماعة المسيحية بأن ده هو الوقت وأن الخراب آت على أورشليم، وده الوقت اللي الرب كلمنا عنه واللي قال فيه الذين في اليهودية فليهربوا إلى الجبال، ولموا نفسهم كلهم بعائلتهم بأولادهم بكل حاجتهم وانسحبوا من أورشليم وراحوا عاشوا في المناطق القرى الجبلية في الجبال المحيطة. ويقول التاريخ ولم يهلك في خراب أورشليم مسيحي واحد من الكنيسة المسيحية. هذا هو التاريخ الحاصل على أرض الواقع، وهذا هو التاريخ المكتوب في الكتاب المقدس، أن الله كان وما يزال يخبر عبيده بما سيأتي على العالم أو على الأماكن اللي بيعيشوا فيها من ضيقات، لكي ليس لكي انهم يخافوا ويضطربوا، ليه يا رب؟ طيب يا رب خلاص انت تقدر تزيح الضيق، يلا نعمل اجتماعات صلاة صباحي عشان الضيق ما يجيش، ولا لكي ينزعجوا ويضطربوا، ولا لكي يعني يسمعوا الكلام ويعتبروا أنفسهم خارج الكلام. لا لا، احنا محفوظين في اسم المسيح والكلام ده ما ينطبقش علينا، ده هو الكتاب قال انك حفظت كلمة صبري انا ايضا سأحفظك من ساعة التجربة، وخلاص ويناموا على كده. لا هذا ولا ذاك، ولكن لكي ينتبهوا إلى العلامات التي تحيط بهم ويتجهزوا كما أوصاهم الرب بأدوات التجهز على المستوى الروحي وعلى المستوى العملي. على المستوى الروحي قال لهم اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. يبقى نذر الحرب عمالة يمين وشمال، والناس اللي مفترض انهم مؤمنين ومفترض انهم مدعوين للخلاص وللنجاة لسه عمالين يلعبوا مع الشرير، والشرير يلعب بهم وقال لي وقلت له وعمل فيا وأشكال الشكوى والشكاية على بعضنا، وبعدين يأتي الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وبعد ما يجي الهلاك يجي يقولوا الله مش انت قلت لنا ان احنا مش هنصاب في التجربة؟ لا، غير صحيحة. أنا ما قلتش لأي حد إنك مش هتصاب في التجربة أبدا. أنا لا قلت لك ولا قلت لغيرك، ولا يمكن يخرج من فمي مثل هذا الكلام لأي حد. أنا بقول اللي هيحفظ الأمانة هينجو من التجربة. أنا بقول اللي هيبيع الرخيص ويشتري الغالي هينجو من التجربة. أنا بقول اللي هيمسك بوصية المسيح ويتغطى بسلطان المسيح هينجو من التجربة. لكن أنا ما اديتش لأي حد وعد شيك على بياض، لأن أنت من تلاميذي اللي بتسمع الإرشاد والتعليم، فأنا أعدك أنك هتنجو من التجربة. أنا لا أملك هذا ولا أستطيعه.
ولم أقل لأحد هذا. وكل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. هذا للناس ما تستيقظ، رغم إن نذر الحرب الروحية وأجراس وطبول الحرب بتدق حوالينا، لسه الناس عايشة في نفس الضعفات، نفس التصرفات، نفس الخطايا، نفس الانهزامات والتراجعات، ومفيش سهر روحي ولا حاجة. طيب ماذا تتوقع لكل هؤلاء حينما تأتي التجربة؟ هي المسألة أصلها مش بالرتب الكنسية ولا بالوظائف الخدمية ولا بالتزويق اللي الناس بتزوق نفسها بيه، المسائل بالمواجهة، ويعلم الله الذين هم له، ومين اللي بقلبه اختار انه يطيع الوصية. وبعدين الكلام عكس ما انت متوقع، عكس ما انت متوقع، ده بالعكس، ده ابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ فيبقى الله بينذرنا علشان نتجهز أولا روحيا، نتنقى، نسهر، نصلي، نوظف الصلاة الشفاعية، نجاهد في الحرب الروحية زي ما شرحت في الأسبوع الماضي وباقي الأسابيع، وهكذا وهكذا وهكذا. نمسك بكلمة الله، نفهم إيه الاحتياطات والمحاذير وأسلحة الروح اللي كلمنا عنها الإنجيل، واللي تكلمنا عنها كتير، اللي لازم أتسلح بيها. أقفل أبواب ضد الشرير في علاقات غلط، في خطأ في علاقاتي مع أخواتي، في خطية دخل جوه قلبي، في كسل وتراخي في شركتي مع رب، أقفل، أصلح، استعداد، إحنا داخلين على الحرب. كل ده يعني تنويعات على فكرة التجهز للحرب الروحية. ده واحد. اتنين، لا يكفي التجهز للحرب الروحية فقط، لابد أن أتجهز عمليا أيضا. يعني إيه؟ يعني الله اتكلم مع نوح وقال له يا نوح إن في طوفان هينزل يغرق الأرض، فقعد نوح يغني ويصلي ويقول أنا محفوظ وأنا اسمي مكتوب في سفر الحياة والرب هينجيني من الطوفان وأنا عندي إيمان، هو يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، أنا معرفش إزاي هينجيني من الطوفان بس هو فيه له القدرة على كل شيء، هو هينجيني من الطوفان. هل عمل كده نوح؟ وإذا كان فعلا الرب يقدر ينجيك من الطوفان يا نوح، وهذا صحيح، بس ده فيه عايز ينجي معاك حاجات تاني، عايز النجاة بتاعتك تكون وراها انجازات اخرى، في حاجات لازم تسأل وتفهم من الرب. لما يجي الطوفان مطلوب مني اعمل ايه؟ قبل ما يجي مطلوب مني اتحضر بايه واتجهز بايه؟ فبنى الفلك اللي فيه خلصة ثماني أنفس بالماء، ده غير طبعا الحيوانات والطيور اللي خدها معاه، ودان العالم الشرير بالإيمان بتاعه. فالعمل الروحي اتحقق على أرض الواقع بعمل فعلي وعملي، هو بناء الفلك. المثال اللي انا قلته دلوقتي، عن الكنيسه، الكنيسه الاولى في خراب اورشليم، انه لما اخذوا نبوه عملوا ايه؟ خدوا قرار، يبقى يلا بينا نخرج من هنا. هو كان قال لنا ايه لون المجد؟ قال تخرجوا الى الجبال، يبقى يلا بينا نتوزع على
القرى الجبلية المحيطة، كل شوية يروحوا ينزلوا في قرية من القرى دي، ولم يهلك في خراب أورشليم مسيحي واحد. يبقى في جهاد روحي لازم يتعامل، ويبقى في استعدادات عملية وتنفيذية لازم تتعامل. الجهاد الروحي ثابت ما بيتغيرش، قواعده ثابتة كما شرحت أو كما ضربت أمثلة الآن، لكن الخطوات العملية تتنوع بحسب الموقف. هو اللي هيحصل ايه؟ خراب أورشليم، يبقى نخرج من أورشليم، هو قال لنا كده. اللي هيحصل ايه؟ طوفان، يبقى ابني الفلك. اذا فالخطوات العملية متنوعة ومختلفة ومتميزة عن بعضها طبقا لنوع النبوة اللي بتتقال، هي التجربة نوعها ايه، وليس انه يعني ارد زي ما الرسول بطرس رد وقال ابدا مش ممكن يحصل ان انكرك، ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. ما هو خد الانذار بحماسة عاطفية، وهو فعلا بيحب الرب، ولما قال له أتحبني قال له أنت تعلم أني أحبك، ولم يأخذه كإنذار للتحذر عشان ياخد باله، وكانت النتيجة طبعا أنه حصل الإنكار. إذن فتحذيرات الروح القدس لنا وإخبارنا مسبقا بما سيأتي علينا من التجارب ليس لكي نكون لنفسنا يعني هالة من التقوى الزائفة، وأنا عندي إيمان وأنا ما عنديش إيمان، وأنا لأ مش ممكن يحصل لي حاجة، ولا لكي نقول خلاص احنا هنصلي عشان التجربة ما تجيش. انت من حقك، من حقك انك تصلي وتقول له ولتكن لا ارادتي بل ارادتك. فاذا كانت ارادته ان لازم التجربة تيجي وحتيجي التجربة، يبقى دور الصلاة من اجل الجزئية دي انتهى عند هذا الحد، ويبقى الصلاة من أجل النجاة هي أعرف بقى إيه اللي مفروض أعمله من أجل النجاة، وليس أن احنا نعيش في أوهام يا جماعة ونعيش في أحلام. هؤلاء الذين يعيشون في الأحلام والأوهام إنهم هيصلوا وهيسهروا صباحي ومش هيحصل أي حاجة أبدا وربنا هينجيهم، هينكسر إيمانهم ساعتها وهيصدموا وهيفاجئوا انهم اقتيدوا قيادة روحية حالمة ومش مش مش فاهمة كويس خطة الله، ومش مطبقة كويس تعليم الانجيل وتعليم الكتاب المقدس كله عن ضرورة مواجهة التجارب وازاي ننجح فيها. الناس دي هتتصدم وهينكسر ايمانها. يمكن يكون بعض الناس دي بتسمعني دلوقتي واحنا بنتكلم على الراعي الصالح، وتلحق تتنبه وتفهم وتدرس كلمة الله وتفهم ان الله لما يخبر عن تجارب وآلام يبقى فيه استعدادات لازم نستعد بيها، وانه لازم نواجه التجربة وننجح، وطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة. وعشان كده كل واحد يستعد، وكل واحد يكون فهم دلوقتي الايمان يتوظف في مكانه الصحيح ازاي، والاستعداد يتوظف في مكانه الصحيح ازاي، والخطوات العملية التي ينبغي أن أتخذها لمواجهة التجربة
تتوظف في مكانها الصحيح ازاي. يساعدكم الرب جميعا ويغفر جميع خطايانا ويدينا نعمة وقوة بدم الصليب للتطهير والتوبة والغفران والخلاص والفكاك والشفاء والتحرير. آمين. تفضلوا وجهوا لي الأسئلة بتاعتكم. السؤال هو إن أنا إبليس بيهاجمني بإحساس بالاكتئاب أو بالضجر ومش عارف أصلي، يا ترى هل ده نتيجة حاجات طبيعية جوايا ولا دي حرب روحية؟ واعمل ايه؟ هي المحصلة واحد، لانه هي ممكن تبقى حاجات طبيعية او ضعف طبيعي في قدراتي النفسية او ممكن وماله، بس هو في الاخر الضعف اللي في قدراتي النفسية ما هو برضو جه من اساسه بمنطق الموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس. حتى لو كان ده موروث حاجات وراثية يعني في طبيعة الانسانية من الاباء والجدود، اهو برضو دخل الى البشرية من حسد الشرير. فاذا كانت هي حاجات طبيعية او ضعف في الجسد او في النفس طبيعي، هو برضو من اساسه جاي منين؟ جاي من حسد الشرير. يعني لان الله لما خلق الانسان خلقه على صورة يسوع المسيح، على صورته وعلى مثاله في الكمال والنقاء. طيب واذا كانت حرب روحية ان ابليس بيضطهدني، برضو حرب روحية. يعني في كلا الحالتين ايا كان لا ترتبك بالتشخيص ولا ترتبك بالاسباب، ولكن تجهز للحرب. تجهز للحرب، قاوموا ابليس فيهرب منكم. ولكن بالإضافة للتعليم الكتير اللي تعلمناه عن مقاومة إبليس ورفضه، أنا أحب أضيف حتة إنسانية. ودايما كنت بقول طيب أخرج اتمشى، دلوقتي هتقول لي أتمشى فين؟ هو في حتة في البلد واحد يتمشى فيها؟ صح، عندك حق. فأنا أقدر أستبدل بقى أخرج اتمشى دي بحاجة تاني، ودي نقطة مهمة قوي يا جماعة. الشركة الروحية، الشركة لازم يبقى ليك حد بتحبه وبترتاح له وتقعد تصلوا مع بعض وتشجعوا بعض. مش لازم كل الناس تبقى إلي اللي واقف لوحده بالجبروت، مش لازم كل الناس تبقى إلي. اللي مدعو لانه يبقى إلي هيبقى مزود بقدرات إلي يا جماعة، هيبقى مزود بقدرات فائقة عشان يكون إلي. ومحدش يدعو نفسه لانه يكون إلي، لكن الله اللي يدعوني يكون إلي. لكن نحن كبشر طبيعيين ينبغي ان نتعود على انه يبقى لنا شركة محبة مع بعض. في اخ صديقي، في اخت صاحبتك بترتاحي لها، في اختين كده بالنسبة لك بترتاحي معاهم، تتلموا على بعض وتقعدوا تشجعوا بعض وتعزوا بعض وتصلوا مع بعض. مثل هذه الشركة الروحية شيء النفس محتاجة. ده بقى غير الحرب مع الشرير وقاوم إبليس فيهرب، نفسي. يعني دي فكرة بحطها مكان روح غير مناظر وتهوى عشان نفسك ترتاح، لأنه فعلا تتهوى فين؟ ده دلوقتي المسائل ما تحتملش هذا. نعم، ففي بدائل. والنهاردة بألفت نظركم إلى الشركة الروحية، ولازم آلك هذه الشركة أو تبقى لك هذه الشركة مع أشخاص بترتاح لهم، تتلموا مع بعض وتشجعوا بعض. والنهاردة أنت تعبانة، هم يجوا يساعدوك، بكرة تدور على أختك التاني هتبقى هي اللي عندها حاجة مضايقاها، ونروح نساعدها ونشددها، والرب يشددكم جميعا. السؤال الآن اللي مكتوب على الشاشة بيقول
ما معنى الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. هو ده اللي أنا جاوبت عليه من شوية في لما قلت الفرق بين خطية المؤمن وخطية الارتداد أو السقوط عن النعمة، إن هؤلاء بعد ما داءوا شركة الروح القدس يعودوا فيسقطون، مش بمعنى خطية المؤمن بقى زي السؤال اللي كنا بنجاوبه من شوية، لا، بالمعنى التاني اللي هو أنه اختار رجع تاني، يصر بطاعة الشرير ويختار انه يدوس على وصية الرب. ده مش سقطة بقى زي اللي انت بتسقطها وانت بتسقطيها وبتتوب، اللي انا سميتها خطية المؤمن، لا، ده ارتداد. كان عنده وضوح ان ده صوت الرب وده صوت الشرير، وبكامل ارادته اختار صوت الشرير. ربنا ينجينا ويحفظنا من مثل هذا. السؤال بيقول: لأي سن أستطيع أن أحمي أولادي؟ هي ملهاش سن، هي قاعدة إن الأطفال، أطفال اللي لسه ما تكون لهمش شخصية وتابعين لأبويهم، بيتأثروا بوالديهم وبيضغطوا بوالديهم تلقائيا. ولكن هذا ليس معناه ان انا ما اقدرش احمي واساعد واغطي اولادي اللي كبروا وبقوا شباب، طالما انهم بيسمعوا كلامي بيتعاونوا معايا انا اقدر اغطيهم، بدليل اهو انكم كلكم كبار اهوت وناضجين في السن، وطول ما انتم بتسمعوا كلامي وبتطلبوا صلاة شفاعية بقدر أساعدكم. نفس الفكرة، خلاص ملهاش حدود. ولكن الأطفال دي مسألة أوتوماتيكية، بيبقوا متأثرين تلقائيا، بس في تفاهم وفي سمعان كلام وفي خضوع، ده تقدري تاخدي بالك من عيالك لغاية لما يشيبوا كمان. أما الآن فلتكن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد شركة الروح القدس مع جميعكم، تشددوا في المسيح يسوع، آمين.